يتواجد. هذا هو الباهر سلالة الشبابي، سلالة الشبابي حافظ على أمي العميمي، ما شاء الله تبارك الله. إذا نعود إلى الملخص، حيث الشوط الأول والكأس المفتوح، خيال هي من تدون اسمها بأحرف من ذهب لهجن الرياسة، وبقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري صاحبتي 7 دقائق 7 ثواني وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والتوقيت الأفضل مع خيال، تهانينا والناموس. الشوط الثاني وبندقية الجعدان مع الأسطورة الباهر لهجن الرياسة وبقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ب7 دقائق 7 ثواني وست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز الذي قدم من خلال الباهر ب7 دقائق 7 ثواني وأيضا هناك 6 أجزاء من الثانية. الفترة المسائية مسائي سن اللقاية شاهدنا انطلاقة قوية، والجولة الأولى التي سيطر فيها هناك بن زيتون من خلال الأسماء ومن خلال جمايل وسراب وغصابة وغاية، يأتي هنا مع